واحد بيقول هل يقصد الكاتب انه لا توجد مغفرة عن خطية العمد في العهد القديم لكن يوجد مغفرة بدم المسيح؟ طب هو ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كانوش في العهد القديم وغفر لهم خطايا الكذب، ويعقوب غفر له انه غش والده وده كانت عمد يعني عمد، ده توضيبة الاكلة وتوضيبة الشعر اللي لبسه، وكونه يقول له هل انت عيسو ابني، يقول له ايوه انا عيسو ابنك، دي كانت خطية عمد ولا مش عمد، وكذب على ابوه دي مش خطية عمد. وابراهيم واسحاق لما كذب لما قالوا على زوجاتهم انها اخوات ما كانتش عمد، عمد يعني عمد. وخطية داود ما كانتش عمد. نرجع للسؤال الثاني، بيقول هل يقصد الكاتب انه لا توجد مغفرة عن خطية العمد في العهد القديم؟ امال ايه كل الامثلة اللي انا قلتها لكم دي؟ ما كنتوش واخدين بالكم ساعتها ولا ايه؟ لكن يوجد مغفرة بدم المسيح؟ لا، ده بيقول لك المغفرة بانه يموت موتا. بقيت سؤال، لاننا نعلم انه يتعامل مع العهد القديم بمعيار مختلف عن العهد الجديد. هو فدي بيتكلم على موت الخاطئ، سواء عهد قديم او عهد جديد يموت يموت. كويس ان الخطاه ما وقعوش في ايده، في ايد ربنا. داود بيقول اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان. برضه سؤال اخر بيقول كيف يتفق مبدأ عدم وجود مغفرة لخطية العمد مع مبدأ المغفرة المجانية التي ينادي بها نفس الكاتب؟ ما هو مشكلته ان في تناقض بين الكلام بعض وبعض. سؤال، هل خطايا السهو لها عقوبة ارضية مثل خطايا العمد؟ يعني المزمور بيقول ان كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لأنه من عندك المغفرة. لو ربنا كان بيعاقب على كل خطية ما كانش حد عارفها.